Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وعمل بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد صدمتنا وسائل الإعلام بفيديو مصور لصحفي وهو يقفز ويضرب مسلما هنديا بعد أن قتلته القوات الهندية وهو يدافع عن بيته وأرضه هز هذا المشهد العالم ولكن ما كشف للناس هو قطرة في بحر إجرام الحكومة الهندية المتطرفة التي تضطهد المسلمين بغير جريرة إلا أنهم قالوا ربنا الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد وقبل أن نتحدث عن مخطط إبادة المسلمين في الهند الذي يجري على قدم وساق دعونا نلقي بالضوء على تاريخ الحكم الإسلامي المجيد في الهند والذي بدأ بفتوحات القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي في عصر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك عام 94 للهجرة وقد أرسله الحجاج بن يوسف الثقفي على رأس جيش كبير إلى إقليم السند لكي يحرر سبايا مسلمات أسرهن قراصنة في البحر
ورفض ملك السند داهر أن يعيدهن، فأرسل له الحجاج في البداية حملتين صغيرتين فهزمتا وفشلتا في مهمتهما، فأوكل المهمة إلى القائد الشاب المظفر ذي 17 عاما، ففتح الله على يديه معظم إقليم السند وانتصر على داهر وجيشه ودخل عاصمة السند فاتحا. ومنذ ذلك الوقت أصبح للإسلام موطئ قدم في شبه القارة الهندية. وقد بنى التابعي مالك بن دينار مسجد شرمان جمعة كأول مسجد في الهند، وتعاقبت الفتوحات الإسلامية على الهند وكانت بين مد وجزر حتى استقر حكم المسلمين فيها 8 قرون، وقامت على أرض الهند ممالك وسلاطين إسلامية قوية مثل سلطنة دلهي الإسلامية والدولة الغزنوية والدولة الغورية والدولة التيمورية. وكانت إمبراطورية المغول في الهند هي آخر دولة إسلامية حكمت الهند، ودام سلطانها نحو 3 قرون منذ أن أسسها ظهير الدين بابر في النصف الأول من القرن 10 الهجري. وتوالى على حكمها عدد من السلاطين العظام، يأتي في مقدمتهم السلطان جلال الدين أكبر الذي نهض بالدولة نهضة عظيمة ونجح في تنظيم حكومة أجمع المؤرخون على دقتها وقوتها، وكذلك السلطان شاه جيهان الذي اشتهر ببنائه مقبرة تاج محل لزوجته ممتاز محل، وهي تعد من روائع الفن المعماري ومن عجائب الدنيا المعروفة، وكذلك السلطان أورنكزيب الذي تمسك بالسنة وأشرف على الموسوعة المعروفة بالفتاوى الهندية. ثم أتى حين من الدهر ضعفت فيه الدولة بعد قوة، وانصرف رجالها إلى الاهتمام بمصالحهم الخاصة وإيثار أنفسهم بالكنوز التي حصلوا عليها في فتوحاتهم. وانتهز نادر شاه الفارسي فرصة تردي الدولة المغولية في الهند، فزحف عليها 1740 وأحدث بدلهي عاصمة الدولة الدمار والخراب، وأعمل السيف في أهلها ورجع إلى بلاده محملا بغنائم هائلة. وقد ساعدت هذه الأوضاع أن يزحف الإنجليز للسيطرة على الهند تحت ستار شركة الهند الشرقية البريطانية، وانتهى الحال بأن دخل الإنجليز إلى دلهي في مستهل القرن 19 الميلادي وبسطوا سلطانهم في البنجاب، وبدأ الاحتلال البريطاني للهند 1858. وقد فقد المسلمون في هذه الفترة التي استولى فيها الإنجليز على الهند ما كانوا يتمتعون به من سلطان ونفوذ وإمساك بمقاليد الأمور واحتكام إلى الشرع الحنيف في كل الأمور. لم يكن لسلاطين دلهي من الحكم شيء، وعمد الاحتلال الإنجليزي إلى تغيير الطابع الإسلامي لبعض المناطق الهندية ذات الأهمية الكبيرة، وعمدوا أيضا إلى محاربة التعليم الإسلامي والاستيلاء على الأوقاف الإسلامية، وأذكوا نار العداوة بين المسلمين والطوائف الأخرى. وبعد الحرب العالمية الثانية اضطرت بريطانيا للانسحاب من الهند، وسعت إلى تقسيم الهند على أساس ديني، فانقسمت إلى دولتين: الهند وغالبية سكانها من الهندوس، وباكستان وغالبية سكانها من المسلمين. وقد خلف هذا التقسيم الكثير من حركات العنف والتهجير، حيث قتل ما بين 500,000 إلى 1,000,000 شخص، بينما هجر ما يقارب 10 ملايين بين الهند وباكستان. وبقي في الهند أقلية مسلمة، هذه الأقلية الآن هي 200 مليون مسلم. وبعد أن أخذنا خلفية عن تاريخ الإسلام في الهند، نعود إلى زماننا الحاضر. ما الذي يجري على الأرض؟ تقوم السلطات الهندية مدعومة بالميليشيات الهندوسية المتطرفة المسماة RSS بطرد المسلمين من أراضيهم، وتجري أعمال حرق للممتلكات والمساجد. وتذكر بعض المصادر أن أكثر من 20,000 مسلم قد تم تهجيرهم من أراضيهم حتى وقتنا هذا. والفيديو الشهير الذي ذاع على وسائل الإعلام للصحفي الذي يهين جثة المسلم كان في هذه المقاطعة. كما قامت السلطات الهندية بعمل معسكرات اعتقال للمسلمين على غرار معتقلات الاعتقال النازية.
إن تشبيهنا لهذه المعتقلات بالنازية ليس محض افتراء أو اجتهاد، بل إن المؤسسين للميليشيات الهندوسية المتطرفة يعلنون صراحة أنهم استلهموا توجهاتهم من نازية هتلر وفاشية موسوليني. لذلك فإن الخطوة التالية المتوقعة هي إقامة محرقة وهولوكوست للمسلمين في الهند. وقد حذرت مجلة التايم في عددها الصادر يوم 4 أكتوبر الحالي في مقال بعنوان هل تتجه الهند نحو تطهير العرقي للمسلمين، وذكرت في مقالها أن التوجهات والممارسات الحكومية الهندية تسير على خطى النازية الهتلرية. إن ما يحدث في أسامي الهندية هو مشروع مصغر وتجربة للتطهير العرقي المخطط له في كامل الأراضي الهندية، والمخطط الكبير هو إبادة المسلمين وطردهم من أراضيهم وتجميعهم في معسكرات اعتقال كما فعل هتلر مع اليهود، وإقامة محارق وهولوكوست للمسلمين الهنود. وتقوم الميليشيات الهندوسية بالتدريب على السلاح والإعداد للمجازر المتوقعة التي ستكون مجزرة مثل مجزرة سربرينيستا التي وقعت للمسلمين في البوسنة والهرسك، مثالا صغيرا لما هو مخطط لأن يحدث في الهند. وفي سبيل ذلك المخطط الشيطاني أصدرت الحكومة الهندية قانونين يستهدفان المسلمين. القانون الأول هو أن كل مقيم على أرض الهند مطلوب أن يثبت أنه هندي ويقدم أوراقا ثبوتية يستحيل توفرها لغالبية الهنود. والقانون الثاني ينص على منح الجنسية الهندية للأجانب المقيمين في الهند من الدول المجاورة مثل باكستان وبنغلاديش وأفغانستان الذين دخلوا البلاد قبل عام 2014، سواء كان ذلك بطريقة شرعية أو غير شرعية، بشرط أن يكونوا من الهندوس أو البوذيين أو السيخ أو المسيحيين. استثنى هذا القانون المسلمين من هذا الشرط، وبذلك يصبح هذين القانونين معا ينزعان الجنسية الهندية من كل الهنود ثم يعيدونها إلى غير المسلمين فقط. ومع سقوط الجنسية الهندية عن المسلمين يفقدون حقوقهم في الإقامة والتملك والتعليم والصحة، وتستباح أموالهم وأراضيهم وبيوتهم ومساجدهم باسم القانون. هذا المخطط الشرير يستهدف 200 مليون مسلم، وتخطط الحكومة إلى الانتهاء من مشروعها الذي تطلق عليه اسم السجل الوطني للهند قبل انتخابات 2024، وبذلك تجرد المسلمين الهنود من جنسياتهم الهندية، وتحرم 200 مليون هندي مسلم من حق التصويت، بل وتحولهم إلى مشردين ولاجئين بعد أن كانوا أصحاب الأرض، لكي يواصل الحزب العنصري المستبد ظلمه وإجرامه بغير رقيب. إنما تفعله الحكومة الهندية يندرج تحت تصنيف التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي جرائم ضد الإنسانية لا بد أن تتوقف وأن يحاسب ويجرم من يفعلها كائنا من كان. ولا بد أن لا ننتظر الكارثة. إن دعمنا لإخواننا المسلمين في الهند لا بد أن يركز على أنهم أصحاب أرض لا يحق لأحد أن يطردهم منها، وأن من حقهم العيش بحرية وكرامة على أرضهم التي ولدوا وعاش عليها آباؤهم وأجدادهم لمئات السنين. وعلينا ألا ننتظر حتى يتحولوا إلى لاجئين نجمع لهم بضع دولارات لكي يشتروا خيمة أو أضحية في العيد. إننا عندما نذكر آلام إخواننا لا نذكرها لكي نمصمص الشفاه ونذرف الدموع ونعود من حيث أتينا، إن لإخواننا حق النصرة علينا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعلينا أن نغير هذا المنكر بأقصى قوة نستطيعها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان،
رواه مسلم. ومن التغيير ومن تغيير المنكر باللسان أن نتواصل مع الحكومة الكندية ونوابنا البرلمانيين وإبلاغهم بأننا كجالية مسلمة نستنكر بأقوى العبارات ممارسة التطهير العرقي والتهجير القسري لإخواننا المسلمين في الهند، وإن قانون الجنسية الذي يستهدف نزع حقوق المواطنة يخرج الهند من نطاق الدول المتحضرة إلى نطاق الدول البربرية الفاشية التي لا بد أن يتم مواجهتها ومقاطعتها اقتصاديا حتى تتراجع عن هذا القانون المشبوه الظالم. ولعلنا نذكر حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أسأل الله العظيم أن ينزع الوهن من قلوبنا وأن يعز الإسلام والمسلمين. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خلاصة القول هي إن التاريخ الإسلامي في الهند يضرب بجذور عميقة في التاريخ، وبدأ منذ عهد الدولة الأموية في عهد الوليد بن عبد الملك، وتعاقبت الممالك الإسلامية في حكم الهند لمدة 8 قرون حتى سقطت الهند تحت الاحتلال البريطاني في منتصف القرن 19. وقسمت الهند بعد الحرب العالمية الثانية عام 47 على أساس ديني إلى الهند وباكستان، ويعيش الآن في الهند أقلية مسلمة قوامها 200 مليون مسلم، ويتولى الحكم الآن في الهند حكومة هندوسية عنصرية متطرفة قامت بإصدار قانون ينزع الجنسية المسلمة الهندية من مسلم الهند وتحرمهم من كل حقوق المواطنة وتجعلهم عرضة للتهجير والاعتقال والتشريد والقتل، وهي تمارس ذلك في قتل المسلمين وتهجيرهم في ولاية أسام الهندية، وهي مقدمة لما ستفعله في عموم الهند. إنما تفعله هذه الحكومة الهندية يندرج تحت تصنيف التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي جرائم ضد الإنسانية لا بد أن يحاسب ويجرم من يفعلها كائنا من كان. وعلينا أن ننصر إخواننا المسلمين في الهند بكل ما نستطيع من قوة، وعلينا أن نخاطب إخواننا ونوابنا البرلمانيين ونبدي لهم استياءنا الشديد من هذه الممارسات العنصرية ضد المسلمين. ثم إن سلاح المقاطعة للبضائع والمنتجات والخدمات الهندية هو سلاح فعال حتى تعود عن غيها وظلمها. وعلينا أن ندعو لإخواننا الهنود بظاهر الغيب أن يثبتهم وأن يحفظ عليهم ديارهم وأعراضهم وأموالهم، وأن يكون لهم حافظا ومعينا. وعلينا أن ننشر هذه القضية في كل مكان، وأن نوعي الرأي العام ضد هذا الظلم الذي يحيق بإخواننا المسلمين. هذا
وأدعو الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الوبا والغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.